رأيك ايه في صفقة استاد السلام اللي عملها الأهلي امبارح؟ والله هي نقطة تحول كويسة في تاريخ النادي الأهلي وتاريخ كابتن الخطيب بالنسبة للجمهور. طبعا أكيد الجمهور كان مستني حاجة زي كده من زمان أو من كابتن الخطيب. عندنا الملعب بتاعنا، عندنا الملعب بتاعنا، خلاص مش هنحتاج حاجة من حد، في بيتنا، بقينا قاعدين في البيت بتاعنا. خطوة للفريق كمان إن هو هياخد ثقة، إن هو عنده استاد وليه فرقته يعني، وليه الاستاد بتاعه والنادي بتاعه. اكيد طبعا هيبقى استثمار للاهلي طبعا، وان الفلوس هتبقى داخل خزينه الاهلي وهيبقى حاجه كويسه للاهلي والجمهور طبعا. لما بيروح كل شويه مكان تاني واسكندريه والكلام ده، طبعا استاد السلام احسن ليه، ونادي يعني استاد بتاعه مخصوص لنفسه يعني. شايف موقف الخطيب امبارح في الاستاد مع الجمهور، شايف بيدل على ايه، وشايف ان هو هيأثر ازاي في الجمهور او هيفرق معاهم فيه؟ بيدل على عقليه ناضجه جدا، وان هو راجل ذو تاريخ وذو شخصيه قويه جدا. موقف محترم، هو نزل وهدى الجمهور وحيا الجمهور، وطبعا اكيد الجمهور هيبقى ليه رد فعل تاني في الماتش اللي جاي كتير، وهيبقى فيه هتافات كويسه بعد كده، مش هنستمر بنفس الهتافات دي. لا هو رد فعل كويس جدا طبعا، يعني بالنسبه لرئيس نادي يعني مش 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 كتير بيعملوا كده، ما فيش رؤساء انديه كتير بيعملوا كده. هو كل الاهلاويه بيحبوا الخطيب، فالموقف بتاعه طبعا موقف كويس والناس كلها متقبلاه، واي حاجه بتحصل لما الكابتن محمود الخطيب بيتدخل خلاص بتعدي. لا طبعا كابتن كبير، والاهلاويه كلهم عارفين طبعا الكابتن محمود الخطيب عامل ازاي، فبصراحه راجل تقدير جدا ومحترم جدا يعني. انا بشكر الخطيب جدا اللي عمله امبارح مع جمهور الاهلي، واحب اقول له احنا في ظهرك يا خطيب.